السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله بقى هنعمل مع بعض حاجه جميله جدا، بربع كيلو من الفراخ او البانيه او شرايح البانيه. عاملين يعني هما بالظبط 4 شرايح من البانيه، هنعمل بيهم حاجه سهله وبسيطه وجميله جدا، وفي نفس الوقت هتعجبكم والله العظيم، قمه في الروعه. لما بتشتريها من بره بتلاقيها طبعا غاليه وطعمها مش قد كده، لكن لما تعمليها في البيت يعني هتبقي بتعملي بتاكلي لاولادك حاجه مضمونه وسهله وبسيطه وجميله جدا. لو اول مره تشوفيني ما تنسينيش في لايك. اول حاجه طبعا بعملها، بجيب معايا البانيه، ببدا ان انا اقطعه. اقطعي بقى مكعبات، اقطعي شرايح بسيطه صغيره، اي تقطيع انت حابه تقطعيها، المهم بس ان احنا نقلل الحجم شويه مش اكتر. طبعا بعد ما خلصت بقى معايا الكمية كلها وبدأت ان انا اقطعها بالشكل ده، على فكرة التقطيع ان انت تقطعيها او لا ده اختياري مش اجباري، على حسب يعني انت انا هفرمها دلوقتي، فعلى حسب المفرمة بتاعتك هتقبل ان هي تاخدها كده كاملة او سليمة ولا لا. انا بصراحة عشان يعني ايه المفرمة متبوظش مني فانا بقطعها بالشكل ده، لكن لو انت المفرمه بتاعتك شغاله تمام خلاص براحتك، ممكن ما تقطعهاش عادي جدا. بقيت بقى بالشكل ده، ولادي ما شاء الله بيعملين ياكلوا في البانيه بقى وايه وما اقولكوش. بقيت معايا بالشكل ده كده، بحطها في الكبه. وانا بحطها في الكبه عشان يديها طعم معايا، احط لها فص توم كده بينكه معايا البانيه جدا، وبالذات الفراخ بيتليق معاها قوي. فص الثوم بيليق معاها قوي. بعد ما حطيت بقى عليها فص الثوم هاخدها بقى كده اقلبها معايا في الكبه واطحنها بقى معايا شويه. هطحنها بفص الثوم زي ما هو، انا ما ضفتلهاش لسه اي حاجه. طحنتها بقى، بقيت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجيب بقى باقي التوابل والبهارات اللي عندي، ببدأ ان انا احطها عليها دلوقتي. بقيت ناعمة جدا خلاص كده معايا، هنزل عليها اول حاجة برشة من الحبهان. الحبهان بيديني طعم حلو قوي. بنزل عليها كمان برشة من الفلفل الاسمر. طبعا الملح وده شيء اساسي، تقدري ان انت تستكفي بكده ما فيش اي مشكله. انا بقى هزود لها النكهات بتاعتها، هحط بصل بودر، توم بودر، تقدر تستغني عن التوم بودر عشان التوم اللي احنا حاطينه، وهحط عليها كمان رشه بابريكا. عندك بهارات فراخ حابه تحطيها ما فيش اي مشكله، ما عندكيش خلاص مش لازم، ممكن مرق الدجاج البودر كمان. حطيت كده البابريكا، هديهم بقى كده ايه ضربة كويسة جدا مع بعض في الكبة، بحيث ان هي تختلط معايا بكل الحاجات اللي موجودة فيها دي، كل التوابل والبهارات اللي انا عملتها. وفي نفس الوقت اللحمة بتاعتك بدل ما لونها ابيض كده مش حلو خالص، انا حاطة بابريكا، حاطة معلقة صغيرة بس، بصوا عملت فيها لون ازاي، تحسوا عطت لها روح كده. بجيب عندي بقى استريتش رول او اي كيسه، عندك كيسه سندوتشات حتى عاديه، بفردها واحط عليها زيت وابدا ان انا افرد فيها الفراخ بالشكل ده. انا في البدايه بدات ان انا اخبط الفراخ في ايدي الاثنين بحيث ان هي ما تفكش مني وتبقى مرنه كده معايا، وابدا ان انا افردها. ممكن تفرديها بالشكل ده كده، بتطلع معاكي جميله وسريعه بصراحه، احسن من اي حاجه تانية. وتقدري تفردي بالطريقه التانية،
اهم حاجه ان انتي تعجني معاكي الفراخ كويس، ان انتي تخبطيها في بعض كويس. الطريقه التانية اللي هي بالكيسه دي كده، تحطيها في النص وتبداي تفرديها على الناحيتين. بس دي بصراحه يعني انا مش حاساها حلوه زي التانية، انتي بقى براحتك شوفي اللي تناسبك ايه واللي تناسبك فيهم اعمليها. عملت بقى الكميه كلها بقت معايا بالشكل ده، طبعا كلها مدهونه زيت وكده. هاخدها بقى دلوقتي اريحها شويه في التلاجة، وبعد كده هكملها. لو انت مش حابه تريحيها براحتك، بس كل ما تريحيها كل ما هتديكي نتيجه افضل، عشان كمان ما تفكش منك في الخطوات اللي بعد كده. حطيها بقى ترتاح شويه في التلاجة او في الفريزر، وبعد كده وبي طلعيها. بجيب عندي رشه من بجيب عندي بيضه ازوديها حليب او ميه، رشه فلفل اسمر ورشه ملح، بقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. بعد كده بجيب عندي بقى التوابل بتاعتي، مش التوابل، بجيب عندي الفيجيتار الكريسبي، وابدا ان انا احطها الاول في البيض، وبعد كده بنقلها على الفيجيتار. بصي الافضل ان انت كمان تتبلي معاكي الفيجيتار، هو الكريسبي الفيجيتار الكريسبي مش متبل خالص ولا متبهر ولا في اي حاجه. انت بقى تحطي عليه الملح وتحطي عليه التوابل والبهارات اللي انت حباها، بيطلع معاكي جميل. اهي هتشوفوها بقى دلوقتي بقت عامله ازاي. شايفين بقى ما شاء الله حجمها زاد بزياده ازاي. بصي بقى دول يدوب 4، انا ما كملتش الباقي. باخدها بقى معايا كده على النار، النار اول ما بتسخن معايا بنزل واحده واحده. تقدري تحطي اكتر من 2، تقدري تحطي 2 بس، يعني حطي بالكميه اللي انت حباها. بعد كده بعد ما تتعمل معايا الناحيه دي بقلبها على الناحيه الثانيه، وهوريها لكم دلوقتي وهتشوفوا شكلها يكون عامل ازاي. ده كده شكلها بعد ما طلعت. بتمنى بقى باذن الله ان هي تعجبكم وان انتوا تجربوها. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش في لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل الاشعارات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصي هوريك برضو شكلها من جوه عامل ازاي، وان هي مش بيضه كده بس، لا لونها محمر شويه من البابريكا اللي حطيناها. بصراحه بقت جميله جدا وحجمها زاد، ولو وزنتيها النص الربع كيلو اللي كان معانا بقى اكتر بكتير. بتمنى ان شاء الله تعجبكم وان انتوا تجربوها.